أسس قادة الانقلاب العسكري وأنصارهم شرعيتهم على مشهدين، أحدهما استمارات سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي التي قالت حركة التمرد إن 22 مليون مصري وقعوا عليها، وثانيهما نزول حشود معارضة لحكم مرسي في 30 من يونيو. الآن وبعد مرور 6 أشهر على الانقلاب، يحاول مؤيدوه على ما يبدو استنساخ هذين المشهدين في مناسبات مختلفة، فهل ينجحون؟ في سياق جمع التوقيعات التي لا سبيل على الإطلاق إلى التحقق من مصداقيتها، لا يتطلب الأمر سوى عقد مؤتمر صحفي تعلن فيه جهة ما تمكنها من جمع ملايين التوقيعات لغرض ما. آخر مثال في هذا الصدد هو إعلان تجمع جديد اسمه جبهة مؤيدي السيسي، جمع 30 مليون استمارة لمواطنين يرغبون في ترشح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية. اتحاد جميع الحملات المؤيدة لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي في جبهة واحدة تحمل اسم جبهة مؤيدي السيسي، وشعارها مطلب واحد رجل واحد، السيسي رئيسا لمصر 2014. وفي حالة لا قدر الله عدم قبول الترشح، فإن الجبهة لن تدعم أي مرشح رئاسي آخر. ما فيش حد هيقدر يجمع الشعب ده إلا رئيس ملهم، وأنا وكل الموجودين في الحملة مؤمنين إنه الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو هذا الرئيس الملهم. أنصار السيسي قد يتمكنون من تكرار مشهد جمع التوقيعات، لكن مشهد الحشد قد لا يتسنى لهم بالضرورة استنساخه. على مدى الأيام الماضية نظم أنصار السيسي في محافظات عدة وقفات ومظاهرات تحت شعارات مختلفة، ما بين تأييد لترشيح السيسي ودعم لخريطة الطريق ودعوة للموافقة على مشروع الدستور. اللافت في هذه الفعاليات أنه لم يعتقل أحد من منظميها أو المشاركين فيها بتهمة التظاهر دون ترخيص كما يحدث يوميا مع مظاهرات رافض الانقلاب. قوات الأمن أيضا لا تتعرض لهذا النوع من المظاهرات بخرطوش أو غاز أو حتى خراطيم مياه، رغم أنها هي الأخرى تعطل المرور.